أكد عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني أن المجلس بصدد عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإيجاد حلول ناجعة لها، رافضا استخدام العنف من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين في المحافظة. وقال إن ما أقدمت عليه القوات الأمنية في البصرة بقتل متظاهرين وجرح آخرين نرفضه رفضا قاطعا، وللمواطن حق التظاهر ضمن الحدود السلمية، وعلى القوات الأمنية فرض الحماية المطلوبة دون اللجوء إلى السلاح.